السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت بتشتغل على جوجل كرومز حالاتي هتلاقي لو شغلك تقيل هتلاقي الحاجات كده بقت صعب ان انت تتعرف عليه اللي فاتحه. ففي اداة بتنظم لك الموضوع دوت، توبي فور كروم، بتقول له ضيفالي اد اكستنشن، فيبدأ يسطبها اهيت، بيقول لك اعمل الحساب بتاعك. تمام، بتلاقي كل الادوات بتاعتك هنا، كل الـ النوافذ الصغيره ديت موجوده هنا، تقدر تسحب وتحط زي ما انت عايز. تمام، بحيث في اي وقت تقدر تفتحهم. هو انا بيشرح بس البرنامج، فبتبدا تسحب وتحط، هو بيقفلهم لك من فوق بحيث يسهل لك الشغل، وفي اي وقت تقدر تغير الاسم بتاعهم وتقدر تفتحهم بحيث تبقى هي في واحده بس. ده بيساعد في ايه؟ بيساعد ان هو بيقلل الرامات، بيسهل لك الشغل، بينظم لك الشغل، ما بقاش في استهلاك للرامات زي العادي لما يكون فاتحهم كلهم، فهو بيقفلهم لك مؤقتا وتقدر تتحكم فيهم. يعني بتقفلهم كده وفي اي وقت عايز تشغل اي حاجه بتدوس عليها مرتين تروح شغاله معاك. يعني دول كده اتقفلوا من فوق، لو انت عاوز اي حاجه مجرد هتدوس عليها مرتين هتفتح معاك.